بسم الله وصلى الله على الجميل المجمل سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني، ودايما أقول لحضراتكم لو كان عندك هم أو غم أو ضيق أو نكد أو كرب، صلي على سيدنا النبي واسمع مديح سيدنا النبي، ربنا يبعد عنك الهم والنكد والضيق والكرب. نفس همومك بامتداح الهادي واجعله خير وسيلة لنجاك. بعد ما سمعنا الشيخ زياد في القرآن هنسمع بقى الأناشيد والمدائح النبوية، هيسمعنا عيني لغير جمالكم لا تنظروا. تفضل يا شيخ زياد. عيني لغير جمالكم لا تنظروا، عيني لغير جمالكم لا تنظروا، وسواكم في خاطري لا يخطروا. صبرت قلبي عنكم فأجابني لا صبر لي لا أصبر، لا صبر لي حتى يراكم ناظري، لا صبر لي حتى يراكم ناظري، لا صبر لي حتى يراكم ناظري، وعلى محبتكم أموت وأحشر. أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي، يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي. الله الله جمالكم مصب عيني، إليه وجهت كلي. الله الله وسركم في ضميري، والقلب طور التجلي تجلي تجلي، أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي. الله الله يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي. الله الله الله، أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي، يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي. اللهم بلغ رسول الله سلامنا وأشواقنا وتحياتنا، واجمعنا به دنيا وأخرى يا رب العالمين، اللهم أمين. الله يفتح عليك يا شيخ زياد. الله يبارك فيك.